اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو. طبعا بما ان ديت اكثر المواضيع اللي بتجيب مشاهدات هي مواضيع الجنس، فاحنا دلوقتي محضرين فيديو عن الخصوبه وعلاقتها بمعدن الزنك. دي دراسه كانت جميله جدا، اللينك او الرابط بتاع الدراسه هتلاقوه في الشرح من الويب سايتس الجميله جدا اسمها ديزاين فور هيلث. ده اصلا كان بتاع تشارلز باليكن اللي هو افضل مدرب قوه في العالم حتى الان، ديت الشركه بتاعته عموما ودوت الويب سايت بتاعه. فتلخيص الدراسه كالاتي: الزنك عمل ايه بالنسبه لموضوع الخصوبه؟ اول حاجه ان هو حسن من جوده السائل المنوي، وفي نفس الوقت بيحمي الحيوانات المنويه من الاكسيديتيف ستريس او من الاكسده. لقوا ان 80% من مشاكل الجنسيه عند الرجال 80% سببها هو نقص معدن الزنك. فنقص معدن الزنك ده ايه سببه؟ ممكن انا مش باخد كفايه منه في الاكل، او ممكن انا جسمي مش بيمتصه كفايه، ودي حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها في الفيديو دلوقتي. طب انا محتاج ايه عشان جسمي يمتص الزنك؟ محتاج ان معدتي يكون فيها حمض كفايه اللي هو ال HCl او الهيدروكلوريك اسيد. من غير الحمض دوت مش هتعرف تهضم بروتين بصوره جيده، مش هتعرف تمتص زنك، ومش هتعرف تمتص معدن كتير برضو بصوره جيده. في ناس بعد ما تاكل بروتين بتتقل وبتحس ان البروتين ما تهضمش كويس، ده اكيد ال HCl عندها ناقص. فسريعا انا ازاي ازوده؟ اسرع حاجه واسهل حاجه في الدنيا هي خل التفاح. لو بتاخد خل تفاح الصبح طبعا على ميه، مش هتاخد المعلقه على الريق كده، ده هيبقى مؤذي اكتر، بس لما تاخده على كوبايه ميه كبيره، معلقه صغيره كوبايه ميه كبيره، ده هيحسن كتير من مستوى الهيدروكلوريك اسيد في المعده. الحاجه الثانيه اللي انت محتاجها عشان تمتص زنك كويس بصوره جيده هي فيتامين B12. برضو من غير B12 مش هتعرف تمتص زنك زي ما انت عايز، فممكن تبقى بتاخد زنك من الاكل ولكن جسمك مش عارف يستفيد من الزنك ده بسبب الحاجتين دول HCl و B12. طيب السؤال اللي بعده: ايه هي احسن المكملات للزنك واسوأ المكملات، وايه افضل المأكولات الطبيعية اللي فيها زنك وهي اسوأها؟ فهنتكلم عن الاثنين. بالنسبة للمكملات عندنا احسن ثلاثة، عندنا الزنك جلوكونيت، عندنا الزنك تشيليت او تشيليتد، وعندنا الزنك بيكولينيت. دولت احسن ثلاثة. في انواع تانية من الزنك مش سيئة، ولكن النوع اللي هو السائل انت حاول تبعد عنه هو الزنك اوكسايد، مش هيدي لك الفوائد دي قوي، ممكن يبقى اضراره اوحش. اي حاجة فيها اوكسايد، ماجنيزيوم اوكسايد، زنك اوكسايد، ايرون اوكسايد، اي حاجة فيها اوكسايد حاول تبعد عنها، مش هيبقى ليها لازمة اصلا، امتصاصها ضعيف واضرارها اكتر من فوائدها. بالنسبة للاكل بقى، ايه اجود اكل يحتوي على الزنك او اكتر اكل فيه زنك والزنك بتاعه يكون سهل الامتصاص يكون مفيد فعلا؟ هنلاقي المأكولات البحرية واهمهم القشريات. هنلاقي حاجه اللي اسمها الاويسترز، هكتب اسمها هنا بالعربي، وهنلاقي الكابوريا، وهنلاقي الحاجات اللي هي القشريات عموما والمأكولات البحريه دي بتبقى غنيه جدا بالزنك. هنلاقي الحاجه الثانيه اللي على الليست، هنلاقي اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء برضو هايله لو انت عايز تزود الزنك عندك. الحاجه اللي بعديها في الجوده يعني ممكن تبقى اقل منها شويه هي المكسرات والبذور، زي المكسرات اللوز، الحاجات ديت، البذر اليقطين، كل الحاجات دي هيكون فيها زنك. ولكن طبعا ما ينفعش خالص ان انا اعتمد عليها اعتماد كلي، ان انا اخد كل احتياجي اليومي من الزنك بس من المكسرات. ليه؟ لان ساعتها هتاخد كميه كبيره جدا جدا من المكسرات ومن الحاجات دي، وده مش هيكون يعني مش احسن طريقه ان انت تاخد بيها الزنك بتاعك. بعد كده هنيجي لاسوأ مصادر للزنك في الاكلات الطبيعيه. هنلاقي دايما البقوليات، وهنلاقي الحبوب زي العيش او القمح او الحاجات ديت. القمح فيه زنك طبعا، العيش هيكون فيه زنك، بس هل جسمك هيمتصه؟ احنا اخدنا قبل كده في الفيديو بتاع الخبز وبتاع العيش ان الخبز بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على حاجه اسمها فايتك اسيد. الفايتك اسيد دوت بيعمل ايه؟ ده بيلزق في الزنك، بيلزق في المغنيسيوم، بيلزق في كل المعادن اللي في جسمي، بيخليها غير متاحه لجسمي، بيقلل البايو افيلابيلتي بتاعها، بيخليها غير متاحه لجسمي، فالمعدن موجود بس جسمي مش عارف يستفيد منه. لو عملت سيرش على الفايتك اسيد فهتلاقي العيش في الليسته، وهتلاقي البقوليات في الليسته. من ضمنها الصويا، الصويا من ضمن البقول، هتلاقيها في الليسته من اعلى الحاجات اللي فيها فايتك اسيدز. بعد كده هتلاقي طبعا باقي انواع البقول. مش معنى كده ان انت تلغي البقول خالص، لا عادي كل بقول، بس خليها يعني خلي الكميه بتاعتها تكون معقوله، وما تبقاش هي مصدرك الاساسي للبروتين او للزنك او للحاجات ديت، لا هي حاجه كماليه مش اساسيه. اسئله تانية كتير بقى عن الزنك هجاوب عليها في الفيديو اللي بعده، ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني هجاوب فيه على اسئله زي هعرف منين انا عندي نقص زنك ولا لا، ايه هي اصلا فوائد الزنك غير القوه الجنسيه وغير الحاجات دي، طب وليه اصلا فوائد ايه تاني، وهنتكلم على علامات نقص الزنك بالتفصيل. فاعمل سبسكرايب وشغل جرس التنبيهات عشان لما الجزء التاني ينزل ما يفوتكش.